السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. كنت في مجلس قضاء في بعض الدول مع بعض القضاة، فجاءت حادثة تعرض على القاضي. قوم يطالبون سائق سيارة بالدية. ما العمل؟ هو ما قتل أحدا خطأ، لكن هو كان متجها من السودان إلى تشاد، وراكب سيارة جيب والصندوق مفتوح في الخلف، الصندوق مفتوح في الخلف، وناس راكبين في الكابينة في الأمام، وناس راكبين في الصندوق في الخلف. فهم في الطريق رأوا كلهم حية عظيمة ضخمة يتصارع معها نسر، نسر يتصارع مع حية، وكل يقلف في الآخر ويريد قتلها. الحية ضخمة، في النهاية انتصر النسر ورفعها إلى أعلى. وأنت تعرفون قصة النسر مع الصيد، إذا اصطاد شاة، اصطاد طفلا، اصطاد نعجة، يرفعها إلى أعلى ويتركها تنزل تموت، تنزل تكسر، ينزل يأكل فيها براحته بعد ما. فأخذ الحية وصعد بها إلى أعلى، ولما خلاص ظن ستموت الحية يقينا إذا، وألقى بها فنزلت على الذين في صندوق السيارة فقتلت اثنين. فجاءوا يقولون نريد الدية من السائق. السائق قال لك لا، أنا كيف أتحمل الدية؟ هذا بلاء من السماء، من عند الله، ما لي في شيء. فكان متواجد من المتواجدين قاض فطن، فسأل سؤالا: هل سلك بكم السائق طريق الجادة التي يسير فيها الناس، أم سلك طريقا أخرى في الغابات موحشة فيها الحياة والثعالب؟ وقضى بناء على هذا بتغريمه جزءا من الدية لما وجده سلك طريقا غير الطريق الذي يمشي فيه عموم الناس. فحمله بعض الاجتهاد منه. فهذه نوازل كلها. الشباب الآن الذين يمشون معهم كلاب، الكلب مدرب ومعلم، فالكلب هو الكلب بين أمرين: إما أنه انفلت من صاحبه وبدأ يجري في الشوارع ويعض هذا، فإذا انفلت لا شيء على صاحبه، أما إذا وجهه صاحبه فيتحمل دية القدر الذي أصيب. وهذه من النوازل التي ينبغي أن تبحث الآن. الولد عند المعركة يتضرب مع آخر فيأتي بكلب، الحكومة خلصت من هذا من الناحية القانونية وجعلوه كالسكين، كما سمعتم جعلوه كالسكين. فالحاصل أن العجماء جبار، عرف معناها الآن، عرف معناها. فصل بعض